وضمن التكامل الجغرافي وأسبقية الملفات وفي خطى الإعمار لتأهيل المدن ضعيفة الخدمات، افتتح محافظ وسط مدخل ناحية وسط القديمة بكلفة 1 مليار دينار عراقي، مؤكدا أن الحكومة المحلية تعمل على النهوض بواقع الناحية الخدمي والتغلب على أزمة شح المياه بمختلف السبل. تم اليوم على بركة الله افتتاح مشروع مدخل ناحية واسط القديمة المنفذ من قبل شركة العمل الأمثل في ناحية واسط القديمة بكلفة تجاوزت 1 مليار، وهذا المشروع يخدم أهالي ناحية واسط القديمة. وأتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد المحافظ الدكتور محمد جميل المياحي، وكذلك اليوم تم افتتاح مشروع ماء ناحية واسط القديمة بطاقة 400 متر مكعب، وإن شاء الله هذا المشروع يخدم كافة أهالي جنوب ناحية واسط القديمة. ومستقبلا في خطة 23 سيتم إيصال الماء إلى كافة القرى الموجودة في جنوب ناحية واسط. هذا الطريق الذي كان عبارة عن خرابة، كان الأمطار والطين ما حد يمشي بيها، واليوم بجهود سيد محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي والدكتور عبد الجبار جحفر مدير ناحية واسط القديمة تم إنشاء هذا المشروع العملاق اللي هذه الناس فرحة به، وإن شاء الله بعد لا طين ولا يخاف من مطر ولا هاي نمشي، وعدة مشاريع إن شاء الله موجودة، ودوائر الدولة كافة كمت كل الدوائر من حيث المستشفى والمدارس، وأصبحت الناحية تباهي النواحي أي الوحدات الإدارية في المحافظة. والله كانت سكانة تقريبا فوق اللي يعني قبل 3000، بس أكثر ما توقعاتنا طراف الناحية واسط يعني كبيرة، يعني من ناحية من دكميت، من نام الحي بشاير، من نام الشيخ سعد، حدود ناحية واسط قديمة، يعني حدودها كلش واسعة، يعني حدودها واسعة، يعني كانت طرقها مهجورة والله بصورة صحيحة، يعني لا بها خدمات، والحمد لله والشكر اليوم صحت ناحية وأصبح بها مدخل، اليوم أصبح بها ناحية وأصبحت بها خدمات، وأصبحت بها إن شاء الله نتمنى توسع بها أكثر وأكثر، وإن شاء الله بيكون درجات وظيفية أكثر وأكثر شبابنا يخدمون هذا المنطقة.